النمسا تودع مستشارتها الأولى بريجيتا بيرلاين في جنازة رسمية. المفوضية السامية للأمم المتحدة تدعو لعدم تصعيب لم شمل الأسر. وزير الداخلية يؤكد مع ألمانيا على الترحيل إلى سوريا وأفغانستان. الحكومة تصحح قواعد تقديم المشورة القانونية للاجئين عند بيبيو. خبراء الهجرة يؤكدون أن النمسا لن تعمل من دون المهاجرين. وزارة العدل تغير قواعد مصادرة الهواتف والكمبيوتر. من العناوين مشاهدينا، أنا أدهم اللي يحييكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. ودعت النمسا اليوم المستشارة بريجيتا بيرلاين في مراسم رسمية مهيبة، وذلك بعد وفاتها عن عمر 75 عاما، والتي تعتبر السيدة الوحيدة التي شغلت منصب المستشار. وأقيمت مراسم الجنازة في كاتدرائية القديس ستيفان في فيينا بحضور الرئيس النمساوي ألكسندر فاندربيل والمستشار كارل نيهامر وكبار المسؤولين الحكوميين والأحزاب. وشغلت بيرلاين منصب رئيس المحكمة الدستورية قبل أن تتولى رئاسة الحكومة في فترة حرجة عام 2019، حيث نجحت في إعادة الثقة إلى المؤسسات السياسية خلال 7 أشهر. ووصف الكاردينال كريستوف شامبرون بيرلاين بأنها قيادية نسائية استثنائية. دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسهيل لم شمل أسر اللاجئين، محذرة من أن الفحوصات المطولة قد تؤخر الإجراءات لأشهر، مما يبقي العائلات منفصلة لفترة أطول، خاصة تلك التي لديها أطفال صغار. وأكد المفوض السامي أن اختبارات الحمض النووي لإثبات العلاقة الأسرية يجب أن تطلب كملاذ أخير فقط في حال وجود شكوك جدية. وأوقفت وزارة الداخلية النمساوي إجراءات لم شمل أكثر من 1000 عائلة حصلت على موافقة مسبقة لإعادة فحص ملفاتهم بسبب شكوك في صحة الوثائق السورية. وصرح وزير الداخلية كارنر بضرورة وجود ضوابط صارمة لمنع الاحتيال وضمان مصداقية النظام. في اجتماع ثنائي جمع وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر مع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان. وشارك كارنر في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث ناقشوا التحديات المشتركة المتعلقة بالهجرة واللاجئين. وأكد كارنر التزام النمسا بتطبيق قواعد الهجرة الجديدة بفعالية، مشددا على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع الإجراءات على الحدود وتعزيز التعاون مع الدول الثالثة الآمنة، مضيفا نعمل على ضمان تطبيق قواعد الهجرة الجديدة بشكل عادل وحازم. تعتزم الحكومة النمساوية إصلاح قواعد الاستشارة القانونية للاجئين بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا القواعد السابقة. ويهدف التعديل الجديد إلى تعزيز استقلالية الهيئة التي تقدم الاستشارات القانونية من خلال تقليل نفوذ وزارة الداخلية على مجلس الإشراف ومنح المستشارين حماية خاصة من الفصل. وتعود خلفية القرار إلى حكم المحكمة الدستورية في 2023 الذي رأى أن قانون الاستشارة القانونية للاجئين الذي تديره وكالة الرعاية الفيدرالية بيبيو لا يضمن استقلالية كافية. وأكدت المحكمة أن نفوذ وزارة الداخلية يعيق تقديم استشارة قانونية محايدة. أكد خبراء على الدور المحوري للمهاجرين في الحفاظ على النظام الاجتماعي في النمسا، محذرين من العواقب الوخيمة لسياسات الترحيل المحتملة. وبيّن الخبراء أن تلبية احتياجات السكان في فيينا ستصبح مستحيلة من دون مساهمة المهاجرين. وكان حزب الحرية قد طالب بخفض الهجرة ودعا مؤخرا إلى وقف اللجوء لغير الأوروبيين وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين المجرمين. وأوضح عالم الاجتماع يورك فيلكار أن أكثر من نصف العمال في مجالات التنظيف والفنادق والمطاعم هم من غير النمساويين، مما يجعل استمرار هذه القطاعات من دونهم مستحيلا.
أقرت الحكومة النمساوية حزمة تغييرات شاملة على قواعد مصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة تخزين البيانات، بحيث تدخل حيز التنفيذ بداية 2025. وتهدف التعديلات إلى تعزيز حماية الخصوصية وتشديد الرقابة القضائية. وجاءت هذه التعديلات بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا القواعد السابقة، معتبرة إياها انتهاكا للخصوصية وقانون حماية البيانات. وتشمل التعديلات الجديدة اشتراط إذن قضائي مسبق للمصادرة، وتحديد فئات البيانات المسموح باستخراجها، وإنشاء نسخة احتياطية أصلية للبيانات، ومنح صاحب البيانات الحق في الاطلاع على النتائج، وطلب مراجعة قضائية لضمان الامتثال. ومع نهاية نشرتنا لهذا اليوم مشاهدينا، نشكر لكم حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.